تنقل للمرافين عن الحرق عن الناس كتعاني راه الناس كتموت بالجوع راه الناس ما عندها فين تكون راه الناس بالبلاصه كيستجدوا لينا وهادشي كنظن اذا كنتم متبعين الاحداث الاخيره غتعرفوا لي كاع ما كندير معكم هنا البروباغندا الخاويه او انني كنكذب عليكم راه كنقول لكم شي حاجه اللي انا عشتها شخصيا والحمد لله شفت الفرصه لانني باش انني نشكر الحزب ديالنا نشكر القياديين ديالنا نشكر رئيس الحكومه في شخص سي عزيز اخلوش اللي كان مواكبنا تقريبا بشكل يومي الاتصالات ديالو كيقول لنا اللي محتاجينها الناس راه الاشاره اللي محتاجينها كنشكر مؤسسات جهد للتضامن اللي مصابين تصل التليفون قلنا بغينا قتا وقتا هاد الحاجه كتقول لنا بغيتو 5000 مثلا بيجامه كتعطيكم 10000 فين تلقى هاد الحزب اللي قدر انه يفرق كل شيء وكنشكر كذلك مؤسسات الاغاثه اللي كانت مواكبانا تقريبا بشكل يومي مشات معنا للتيران رغم صعوبة التدارس طبعا دابا حنا اليوم كنتناقشوا حماية اجتماعية أولاد اللي هي من الأسس الرئيسية ديال الدولة الاجتماعية من كنشكون على الدولة الاجتماعية ما كانش عندنا حماية اجتماعية لكافة المغاربة وضررها ديالنا ولكلفة ديالها الإجمالية كتكلف تقريبا 50 مليار ديال الدرهم فماشي سهل كاين شي حكومة مثلا في رأيكم أنها تكون ضد رغبة الشعب الشعب كيطالب بانخفاض الأسعار واش حنا مثلا غنكونو ضدو ولكن كان حنا كبرلماني المهمة ديالنا نترافعو على قضايا المواطنين نوصلو الصوت ديالكم نتوما لقبة البرلمان ندافعو على التشغيل وعلى الصحة وعلى التعليم يكون عندنا من تعليم بجودة للجميع يكون بحال التعليم في البيبليك يكون بحال بحال اللي كاين في البيبليك هو الرهان ديالنا أنا قدرت لكم على هالشر إذا كان هالشر معقلا قدر نكون معاه إذا كان كيطالب انخفاض الأسعار كيطالب إعادة هيكلة المنظومة الصحية كيطالب بخلق مناصب الشغل للشباب معطلين نكون معاه باش ما نكونش معاه إذا ما كنتش معاه تكون أنا إنسان ماشي بعقلي ولكن هالشر من هون في إرحب واش هذا هالشر أنا نمشي معاه هالشر كيهدد السلم الاجتماعي ديالنا السيادة الوطنية ما يمكنش أنا ما نكلمش على واحد ما بين معليه فاق من النعاس رجعوا لأمين عام هاك يبكي ما قدرش أنه يستسلم وأنه يعرف أنه انهزم أو أنه كان فاشل لمدة 10 سنين اللي كان كيقول الحكومة السابقة الناس ما قدروش يتقبلوها وكانت المتنمرين ديالهم ونزلوا بالوزن ديالهم الكبير في الحسينة ومكناس حنا من القياديين ديالنا مشاو الحسينة ومكناس ساندوا المرشحين ديالنا بس ما مشيناش معاهم حيت حنا حزب منظم حزب بني على اسس حزب شباب حزب كفاءات وهادشي ماشي شعارات خاويه بصح عندنا كفاءات دوليه واول مره عندنا 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 حكومه اللي كتقلد في مناصب عليا ومسارات حساسه نساء واش حيت صارتهم قبل ان يكون عندهم الشجاعه للوزيره الماليه امراه ما كنفهمش لي نقدر نقول لكم هو اننا كحيث تجمعات الوطني للاحرار ما جالسينش خدامين الليل والنهار بمعنى الكلمه كنحاولوا ما امكن اننا نكونوا قد المسؤوليه اننا نمثلكم احسن تمثيل كاين اللي كيقول يمكن احنا الشباب انا نقدر نقول لكم مثلا انا خلال المواكبة ديالي الحريق هذه 15 يوم وانا في الميدان كاين بزاف كيقول لك تصريحات عاليه شكرا كذا انت في الميدان هذا راه واجبي ماشي واجبي البرلماني هذا هو واجبي الانساني حيت انا انسان قلنا نكون برلمانيه واللي كينتقدوا كيقول لك جبري سلفيات مع العافيه واش الانسان طبيعي صغار درجة الحرارة غيشد الطريق وصعوبة التضاريس في العالم القراري اللي نتوما عارفينها ومنخينا بعدا كنحيي الناس في العالم القراري وكنحييهم عالية وكنحيي الشباب في العالم القراري لأنهم داروا واحد الدور جبار في لحمة الحرارة وما كانوش كيخافوا لي 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 نقدر نقول لكم هذه فرصة كانت فرصة للتواصل مع ساكنة العالم القراري وفرصة باش نشرحوا القضايا ديالهم والسيد الوزير صدر كراجه شخصيا وعاين عن كتب وشاف الناس في سكنه
شاف ما بغاش اننا حنا نهضروا مع التليفون قال خصني نجي نشوف وكنحيي عاوتاني كنشكر الوقت البرلماني اللي حيت تجمع من الاحرار اللي جا حتى هو باش ان نعاون بكم مشكل الماساه ديالنا هل عرفت الدوله الاجتماعيه يحفظ كرامه المواطن يكون عنده تعليم جيد هذا هو خير هو شي قريب تخيلوا لي قضيه دوله وكذلك الصحه ماشي انا كتب خصنا دابا الحمايه الاجتماعيه شنو كلشي يكون عنده لاسين اساس الضمان الاجتماعي حتى اللي غامي ديسك هذا اللي عنده مرامي راه في نهايه 2022 غيكونوا عندهم لاسين اساس يعني دينا من 11 مليون مغربي مغربيه دابا نوصل 34 مليون مغربي مغربي اللي غيكون عندهم حمايه اجتماعيه ويكون عندهم الضمان الاجتماعي باش هما يختاروا وكذلك في هذا النطاق هذا يعني المستشفيات العموميه غتكون عندها ومرغم عليها انها تزيد من الجوده ديالها وتزيد تحسن من الخدمات ديالها للمواطنين باش ان المواطن يقدر انه يكون يختار ما بين المستشفى العمومي والمستشفى الخاص المهم اللي نقول لكم شكرا جزيلا شكرا